إذا كنت تشاهد هذه الحلقة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي فأنت واحد من كثيرين تنتهك خصوصيتهم باستمرار وتبيعهم تلك المواقع، أو بالأحرى تبيع البيانات والاهتمامات للمعلنين. كيف يسير الأمر؟ هكذا يسير، بمجرد أن تصبح مستخدما لموقع ما تبدأ عملية رصد التحركات التي تفعلها داخل هذا الموقع، المواد التي توقفت عندها أكثر من غيرها، الصور التي جذبت انتباهك، الأخبار التي تستهويك وأشياء من هذا القبيل. عندما تصبح اهتماماتك مكشوفة هكذا تقدم لك الإعلانات المناسبة. هذا فيلم المعضلة الاجتماعية، فيلم مهم يتحدث عن هذا الموضوع. أتمنى أن تسجلوا اسم هذا الفيلم. يتحدث خبراء عملوا في بعض المواقع أو في الشركات المشغلة لبعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع، يتحدثون عن كيف تعمل هذه المواقع على انتهاك الخصوصية. إذا كنت مهووساً بزيادة أعداد المتابعين وتريد الكثير منهم في وقت قياسي، الموضوع سهل. كيف؟ يمكن أن تشتري المتابعين. شركة ديفومي إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، بيع المتابعين. المتابع الواحد تبيعه بسنت واحد، ولديها إلى جوارك 200,000 زبون يتوزعون على الشرق الأوسط والصين وأفريقيا. تريد خدمات إضافية كالمشاركة والتعليق؟ ادفع أكثر، الموضوع سهل. لكن الأمر ليس مثاليا تماما. عام 2018 حذف تويتر عشرات الملايين من تلك الحسابات الآلية، وتضررت حسابات كثيرين في المنصة من بينهم زعماء غربيون وعرب. من أين جئت بهذه المعلومات؟ لم أتعب كثيرا في جمعها. تقرير قديم في 2018 تقريبا أو 19 لدي دبليو تحدث عن هذه المواضيع وجمع المعلومات من أكثر من موقع وتحقيق صحفي. من بين المعلومات الذي أوردها أيضا أن الحسابات النشطة في تويتر، 15% من حسابات تويتر النشطة هي في الواقع حسابات آلية، أي أنها حسابات وهمية تم شرائها بطريقة ما. هذا هو المعيار الوحيد لاعتبارك مؤثرا في عالم السوشيال ميديا، عدد المتابعين. بعد أن تحصل على عدد كبير من المتابعين باجتهادك أو بأموالك، تدخل مباشرة نادي المؤثرين. تبدأ الجهات التجارية وأحيانا السياسية باستقطابك واستخدامك في التسويق. كل ما عليك فعله أن تتحدث عن جودة المنتج وتدعو الناس إلى اقتنائه وتتقاضى أجرا مقابل ذلك، الموضوع سهل. صحيفة إندبندنت العربية تقول عن هؤلاء المؤثرين: لم يقتصر تأثير هؤلاء الجنود الجدد على الإعلام، بل بدل المقاييس في مجال العلاقات العامة اليوم، إذ يبدو تأثيرهم واضحا في الناس، ما جعلهم عناصر جذب دفعت الشركات الإعلانية وشركات العلاقات العامة إلى الاستعانة بهم، لأن الجاذبية أو جاذبية هؤلاء بالذات لم تعد تخفى على أحد. إذا شعرت برغبة في تفقد مواقع التواصل كل نصف دقيقة فأنت تعاني من الإدمان، والإدمان واحد من آثار سلبية كثيرة تسببها هذه المواقع. يجر الإدمان وراءه الاكتئاب الناتج عن مقارنة نفسك بالآخرين. لماذا يملك أحدهم وأنا لا أملك؟ لماذا يسافر أحدهم وأنا لا أسافر؟ أبعد من هذا كله، قد يصل الأمر بالمراهقين إلى الانتحار. نذكر هنا بما حدث قبل عامين مع فتاة ماليزية أجرت استطلاعا على حسابها في إنستغرام عما إذا كان من الأفضل لها أن تعيش أو تموت. بعد أن صوت لها الأغلبية بالموت، رمت بنفسها من سطح أحد المباني هكذا بهذه السهولة. عن هذه الفتاة يقول موقع مونت كارلو الدولية: في 2019 في ماليزيا أقدمت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما على الانتحار بعد أن استفتت رواد صفحتها على انستغرام حول مصيرها، فطلب أغلبهم منها قتل نفسها، وهو ما فعلته بالفعل. الفتاة مراهقة تقريبا عمرها 15 عاما.